عقد الفريق المكلف بخفض مصروفات صيانة المباني الحكومية اجتماعا اليوم برئاسة سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبد الله خلف. الوزير أكد بأن الوزارة بصدد الانتهاء من التوصيات النهائية بشأن تكليف اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لدراسة خفض كلفة صيانة المباني الحكومية، مؤكدا جاهزية الوزارة لرفع هذه التوصيات للجنة الوزارة للشؤون المالية والضبط الإنفاق في الموعد المقرر في الأول من ديسمبر المقبل تمهيدا لرفعها للجنة التنسيقية. على الصعيد ذاته صرحت وكيل وزارة الصحة الدكتورة عائشة مبارك بوعنق بأن فريق العمل المكلف بدراسة سبل خفض المصروفات المتكررة للأدوية والمستلزمات الطبية من قبل اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد على وشك الانتهاء من إعداد التقرير النهائي للمشروع والتوصيات. تتابعت الاجتماعات في الفترة الماضية لتنفيذ التوجيه السامي لمن اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتشكيل فريق عمل لمراجعة كلفة صيانة المباني الحكومية، وتم تشكيل عدد من فرق العمل في الوزارة، وقمنا من خلال فرق العمل بجمع المعلومات من كافة الجهات الحكومية وتحليل أنماط العمل في هذا الجانب في مختلف الجهات الحكومية، وتقدمنا من خلال هذه الاجتماعات بعد تحليل هذه الأنماط إلى تقديم عدد من التوصيات التي نأمل أنها تحد من كلفة صيانة المباني الحكومية، وأيضا دراسة الممارسات الحديثة في هذا الجانب. بدأ فريق العمل بوضع الإطار العام لآلية العمل وتحليل واقع القطاع الدوائي في مملكة البحرين بصورة مستفيضة، وبناء على نتائج التحليل والدراسات تم إعداد مسودة الاستراتيجية الوطنية لترشيد الإنفاق الصحي على الدواء وجاري العمل على تحديث السياسة الدوائية، بالإضافة إلى تنفيذ عدة مبادرات ومشاريع من أجل الوصول إلى الهدف المنشود، وهو الاستفادة القصوى من الموارد المخصصة للعقاقير والمواد الطبية مع الحفاظ على جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. ويعمل الفريق الآن على الانتهاء من التقرير متضمنا التوصيات وتفاصيل البرامج والمشاريع والإجراءات التي تم اتخاذها لتقديمه للجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق تمهيدا لرفعه للجنة التنسيقية.